أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور حازم الببلاوي أن الشعب انتهز فرصة الاستفتاء على الدستور ليثبت للعالم أجمع بأن مصر عادت إلى أهلها. وفي تصريح خاص للتلفزيون المصري قال الببلاوي إن الشعب كان يؤدي واجبه الانتخابي بشعور المشارك في عرس حقيقي، وأكد حرص الحكومة على توفير أنواع الرقابة والإشراف كافة من الداخل والخارج، موضحا أن الضمان الوحيد لنزاهة أي عمل هو الشفافية الكاملة. أكد المشاركون في الاستفتاء للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أن الدولة توفر كافة سبل الحماية والأمان للمواطنين خلال عملية الاستفتاء، وذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس الوزراء في عدد من لجان الاستفتاء المقامة في مدارس عمر بن الخطاب التجريبية وفاطمة الزهراء الثانوية والسلحدار الصناعية بمصر الجديدة. الدكتور الببلاوي أشاد خلال الجولة بنسبة المشاركة في الاستفتاء وحرص المواطنين على القيام بهذا الواجب الوطني، كما أشاد بدور القوات المسلحة والشرطة في توفير الأمن والأمان للناخبين، الأمر الذي يزيد من نسبة المشاركة في عملية الاستفتاء. بالشك أنه شيء مشرف ومسعد وجاب البسمة على وجوه الناس كلها. وعقب الجولة توجه رئيس الوزراء إلى غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة سير عملية الاستفتاء عبر شبكة الفيديو كونفرنس، وقام بالاتصال بالعديد من المحافظين للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء في محافظات مصر. والحضور شكله ايه النهاردة؟ الحضور النهاردة الصبح أحسن يا فندم، احسن من امبارح كمان. احسن بمعنى اكتر ولا بمعنى منضبط؟ اكتر، اكتر يا فندم، في اقبال النهارده اكتر من امبارح. نعم، الاطمئنان وصل للناس اكتر. يعني الكلام هنا هو على انه ده معناها ان الناس اصبحت اكثر اطمئنان. تمام يا فندم، واحنا وفرنا وسائل مواصلات لنقلهم. اجواء احتفاليه بشكل عام لغاية الساعة 10 بالليل، اللي هي آخر لجنة قفلت عندنا في العجمي في البطاش. الأمور هادئة تماما، مفهوم الهدوء، وجود الناس الكثيف مؤثر بشكل كويس قوي. الوسائل عفور محافظ الشمال سيونا. أهلا وسهلا، طمنا. أنا بطمن سيادتك على العملية الانتخابية. كل جميع القضاة في أماكنهم الساعة 9 الصبح، والناخبين سيادتك متواجدين من حوالي الساعة 8:30 9 إلا ربع، والعملية الانتخابية الحمد لله سيرة يعني ماشية على خير ما يرام. والإقبال شكله إيه؟ الإقبال؟ وفي إقبال زي امبارح يا فندم، إن شاء الله حاجة كويسة أو يعني. وامبارح كان إيه الإقبال؟ الحالة الأمنية مستقرة. الحالة الأمنية يا فندم يعني تناسق كامل بين القوات المسلحة والشرطة، والشارع الحمد لله آمن في جميع الشوارع والتقاطعات اللي داخلة للمراكز الانتخابية. الناس شاعرين باطمئنان ونازلين بنفس الفرحة والسعادة اللي احنا شايفينها في مختلف مراكز الانتخاب. وعمالين يعني، والستات عمالين يزرغطوا يعني، كان يعني في الزيارات امبارح كانت ناس بتزرغط من الفرحة. وفي أطفال وحاجة كويسة قوي. وفي مداخلة سريعة للتلفزيون المصري أكد رئيس الوزراء أهمية التسهيلات التي تم توفيرها لتسهيل عملية الاستفتاء على الجميع، وأعرب عن شكره لجميع الهيئات المعنية التي ساهمت في تقديم الخدمات اللازمة لإنجاح هذه العملية. ما في شك أنه في كل عمل بشري بتظهر بعض الملاحظات علشان نتجنبها في المستقبل. أكيد. يعني مثلا من ضمن الملاحظات اللي كثرت وفي نفس الوقت اتخذت إجراءات لمعالجتها إنه لجان الوافدين وجد فيها تكدس أكثر من العادي، لأنه ما كناش متنبهين إلى مدى السيولة اللي موجودة في المجتمع المصري، إنه الناس بينتقلوا من محل تسجيلهم إلى مناطق أخرى للعمل أو للحياة. فاللجان اللي كانت مقررة للوافدين كانت أقل مما كنا نعتقد، لكن دون أيضا شيء اكتشفناه ويدل على مدى التدخل في المجتمع المصري والانتقال من مكان إلى مكان، لكن أيضا تم زيادة عدد اللجان المخصصة لذلك بمجرد ما ظهر أنه فيه هناك بعض التكدس. احنا حريصين على وجود كل انواع
الرقابة والإشراف والمتابعة من الداخل ومن الخارج. احنا نؤمن بأنه الضمان الوحيد لنزاهة أي عمل هو الشفافية والشفافية الكاملة، إنما أيضا بنرجو أنه لما ينتهي هذا العمل نشوف إيه ما يقدم من تقارير، وإذا كان فيها دروس للمستقبل بنستوعبه، وإذا كان في ملاحظات نحاول نتجنبها في المستقبل. لكن أنا أعتقد العملية حتى الآن ماشية في طريقها الطبيعي، وننتظر لما تنتهي العملية الانتخابية ونشوف ماذا سيصدر أو سيقدم من تعليقات. تابع لكم نشاط رئيس الوزراء أحمد حسني، التلفزيون المصري.